try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. في هذا الفيديو ان شاء الله كاين شي حاجة زوينة بزاف. شنو هي الحاجة زوينة بزاف؟ هو ان شاء الله غنوجدوا الفرد رقم واحد، وذلك باستعمال غنخدموا عليه بزاف عندنا ماديج على حسب الوقت بطبيعة الحال ديال الفورم بالنقاط بطريقة الإجابة. فهم سواء كنت عارف سواء ما كنتش عارف، إن شاء الله الهدف تاعنا في هذه الفيديوهات هو نعرفوا كيفاش نشفروا الماكسيموم، يعني الماكسيموم ديال النقاط في الفرد. يعني قدرتي تشفر 10، قدرتي تشفر 12، قدرتي تشفر 20، بوات المزيان اللي شفرتو مزيان. المهم هو انكم تجيبوا النقطة نتوما، ما يخلوش شي واحد يعطي لكم سواء لا بالتليفون ولا يوريك، انت او انت اللي خاصكم تجيبوا النقطة ديالكم بريوسكم طبيعة الحال. اللي علينا هو ان نخدموا عملين بزاف تاع التمارين ومدعو على بركة الله. بدينا في النموذج تاع الفرد الاول وعندنا تمرين واحد، تمرين واحد عطاونا عليه 8.5 نقطة. عطاونا السؤال البسيط هذا فغالبا تكون في الفروض، عطاونا عليه 2 نقاط وغالبا تكون سهل، يعني 2 نقاط فابور، يعني الناس اللي تخرجوا بنقطة ولا بنص ولا بوالو شي حط الورقة بيضاء حشومهم ما نجاوبوش على بحال هذا السؤال، مع العيب انه ماشي غير سهل باسل بزاف. اول حاجة خصنا نكون عارف القواعد تاع جذر الرتبة ان، متفقين؟ واهم قاعده خاصكم تعقلوا عليها، الى عندكم جذر من رتبه بي دير اكس بصفه واحد التعبير اس كيوب هذا يساوي، ولا كلي تدير لها العكس انا ماشي ولا واحد وكس يدير لها هذا الرتبه تجي التحتانيه، وهذا اللي تكون داخل الجذر تكون هو الفوق، متفقين؟ متفقين؟ هذه اهم حاجه، اللي ما عارفينش هذه راه امبوسيبل تجاوبوا على هذا. بلاش من بعد كاينين بزاف على القواعد نبداو خدامين عليهم تبان لنا الامور اوضح، يعني اي قاعده احتاجينها فنديرها بشي لون مغاير. اول حاجه فنبدا نبسط، اول حاجه تيبان لي اصغر عدد هنا هو جوج، ها هو جوج، يعني نفكر هنا كيفاش نردو جوج، متفقين؟ وهذا كيفاش نردو جوج، يعني غنجي نبدا بهذا هو الاول، هيبقى الجذر من رتبه 4 ونصور راسي وداك الشيء اللي نقول عقل عليه نتوما، وداك الشيء اللي نقول شنو هي شي حاجه اوكاري تعطينا شي جوج وشي حاجه تعطينا 32. فنجو نديرو في كالكولاتريس، هي نديرو جوج ها هي جوج، ندير لكم الاس باش تبان لكم امور واضحه. فين داك الاس؟ ها هي اس 5 شحال تساوي؟ تساوي 32. جوج اس 5 تساوي 32، يعني هي واضحه، يعني نشد هاد 32 ونردها هي جوج أس 5. نجي ندير بعض الملاحظات هنا، يعني عقلوا عليها، يعني 35 شحال تساوي بجوج؟ هي جوج أس 5، متفقين؟ عقلوا عليها. فاش هنا نطبق واحد الخاصية تتقول لك إذا عندك الجذر من رتبة إن في الجذر من رتبة إم دير واحد التعبير إكس ماذا تساوي؟ هي الجذر من الرتبة، شوف لاحظوا بحال نضرب هذا في بعضياتهم تولي إن في إم تاع التعبير، متفقين؟ يعني هذا تولي دابا أنا راه باين الرتبة ملي تكون عندك هادي راه الرتبة تاعها راهي جوج، غير جوج حشومة تبان في الجذر، متفقين؟ بحال إكس أس واحد، واحد ما تنبينوش في القوة، كذلك بالنسبة للجذر ما تنبينوش جوج، تيبدا يبان جوج، تيبدا يبان من ثلاثة والفوق، بحال هنا في القوة تيبان من جوج والفوق، متفقين؟ اش تولي هادي؟ وتولي هي الجذر من رتبة اش؟ لاحظوا معايا هنا راه عندك شي واحد يمشي يدير هاد القضية جوج، متفقين؟ كاينة جوج، جوج في ثلاثة غتعطينا هي ستة، مباشرة، هاي باستعمال هاد القاعدة، تنشد الرتبة هنا وتنضربها في الرتبة هنا إلا كان مكتوب على هاد الشكل، ديال اش؟ ديال جوج الكل أوكار. أو هاتو كان نبسطو الأمور تاعنا، تا هادي تقول لك واحد الخاصية باش نرد تا هادي، تقول لك إلا عندك الجذر من رتبة إل ديال إكس مثلا أس بي أس إم، خلوها إم، متفقين؟ ماذا تساوي؟ تساوي هي الجذر من رتبة إن ديال إكس الكل أس إم، متفقين؟ يعني هادي راهي نفسها هادي، متفقين؟ لأنها مخصية تاع الجذر من رتبة إن. نجي عاوتاني هنا، هنا عندنا نفس اللقطة، شو؟ يعني عندك جذر داخل جذر نطبق عليه هذا الشيء يولي
هي ولي يا سيدنا هو جد مرتبة. هنا قلنا جوج وانا متكون بينيش راهي جوج، وهادي باينة هي ثلاثة، جوج في ثلاثة راه هي ستة. هنصور عاوتاني راسي 16 شحال تساوي هي جوج أس إيش تتعطينا 16، متفقين؟ نجو الكالكولاتريس هي جوج، هنديرو جوج هي أوب جوج أس أربعة. أوب لاحظوا جوج أس أربعة شحال عطاتنا؟ هي 16. عقلوا جوج أس أربعة هي 16، هي جوج أس أربعة هادو راه مهمين شي حاجة درتي أنا عقلوا عليها، يعني هي جوج أس أربعة. ونسد عاوتاني هادو هادو وهادو ونطبق عليه هاد الخاصية اش يولي؟ يولي هو الجذر المرتبة ربعة ديال جوج الكل أس خمسة. فاش هنا اش يولي؟ هذا أصلا مقاد راسو براسو، يولي هو الجذر المرتبة ستة ديال جوج الكل أو كاري. وهذا عاوتاني هاد ربعة نطلع الفوق تولي هي الجذر المرتبة ستة ديال جوج الكل أس أربعة. دابا نبسط باستعمال هاد الخاصية اللي قلت لكم مهمة خاصكم تكونوا عارفينها. اش تقول هاي تبقى عندك زوج، هي زوج وندير الكسر. عندك الرتبة دائما تمشي المقام، هاي تولي ربعة ولا تولي زوج. فاش هاي انا عفوا خمسة، هاي عند الرتبة تمشي المقام والأس تمشي البسط باستعمال الخاصية. لاحظوا هذا فين مشى البسط والرتبة فين مشات المقام. هنا تولي هي جوج ندير الكسر، الرتبة تمشي المقام شحال تولي؟ تولي هي ستة والأس يولي في البسة هي جوج. وهنجو هنا حتى هي تكون عندك جوج، يعني نحاولو نبينو عدد أولا جوج، هما ماكسيموم تكون عدد أولا جوج نلعبو عليهم كما بغينا. مثلا ممكن جوج ثلاثة ولا ممكن تكون جوج ربعة ممكن تكون جوج خمسة. هنا تكون الرتبة هي ستة، هاي فين هي و ربعة هاي فين. دابا نحاول نبسط من بعد نستخدم خاصية القوى. هنا عندك خاصية تبسط ضروري خاصك القواعد، وخاصنا قواعد القوى. عندنا تقول لنا واحد القاعدة القوى، إلا عندك الجذر المرتبة ان فالجذر المرتبة أ ديال ام، يعني عندنا أساس نديرو جمع تاع الأس الثانية أ ان زائد ام، متفقين؟ يعني البسط سيولي هيولي هو جوج، هنا غتولي هي خمسة على ربعة زائد جوج على ستة، لأن عندي نفس الأساس والضرب ندير جمع تاع الأسين. هنا تولي عندنا هي جوج ستة على أربعة، ماذا تساوي؟ نجو دابا ونحسبو هاد التعبير، يعني ندخلو الكالكولاتريس، يعني ضروري حداكم كالكولاتريس راه شي حاجة ضرورية. غنشدو سيدنا خمسة، خمسة على أربعة زائد باش نتوما تقارنو معايا النتائج، زائد جوج، جوج على ستة لا تساوي لينا سيدنا هي 19 على 12، يعني تساوي لي الفوقية جوج أس 19 على 12. ونمشي للمقام نخليه كما هو، هو جوج أس 6 على 4. فاحنا عارفين عاوتاني واحد الخاصية في القوى، يعني القوى مهمين مع الجذور في الطبسي. تقول لك إلا عندك أ أس إن على أ أس إن ماذا تساوي؟ أ أس إن ناقص إن، يعني إلا عندي خارج ديال نفس الأساس تندير فرق ديال الأسين، بحيث الفوقاني خاصو يكون هو الأول، ها هو الفوقاني دائما هو الأول. الترتيب هنا مهم، يعني باش تولي تساوي لينا سيدنا هي جوج أس أس 19 على 12 ناقص 6 على 4. كذلك ندخلوها الكالكول باش نبسطوها أكثر، متفقين؟ باش تكون عندنا الأمور بسيطة. ديجا هي بقى عندي 19 و 12، غنقص منها 6 على 4، 6 على 4 اللي تساوي لينا هي واحد على 12، هي واحد على 12، واحد على 12. هذه ممكن نبسطها، ممكن نزيد نبسطها باستعمال هذه، بغيتكم طريقة عكسية. دابا عندي عندي التعبير الرد على شكل الجذر، هتولي هي الجذر المرتبة ايش؟ الجذر المرتبة قلنا الرتبة تكون في المقام، يعني الجذر المرتبة 12 ها هي ديال ايش؟ ديال جوج أس واحد، يعني هذي تكون في البسط راهو تكون أس، ولكن بما أن جوج أس واحد هي جوج، فهذي هي النتيجة النهائية. يعني شي واحد وصل لهاد النتيجة أو لا وصل لهاد النتيجة
فبحال بحال، واش متفقين؟ غير نحاول نبسطو ماكسيموم ما يمكن، يعني شديت هذا العدد كي كان وكي رديته. هذا ما كان هو يعني دبرت على جوج نقاط بكل سهولة، يعني دابا يلاه شفر جوج نقاط، فمسح وندوزو لسؤال جوج. ندوزو دابا السؤال الثاني، باش تا هو نصفر منه تا هو نقيته بطبيعة الحال. السؤال الثاني عليه جوج نقاط، وبالتالي مع دوك جوج مع جوج اللي عندي دابا يولو عندي أربعة ديال النقاط. تا المقارنة ديال الجدر تاع مرتبتين تتكون في الفور، تقارن العددين هذا وهذا وهذا، ولكن في الجد المرتبة ان ممكن لي نقارن الأعداد، ممكن لي نقارن الأعداد حتى يكون عندهم نفس ايش؟ نفس الرتبة. دابا هادو كي دايرين مختلفتي الرتبة، خاصني تنقاد ليهم الرتبة باش ديك الساعة ممكن نقارنهم، باش نقاد ليهم الرتبة باستعمال قواعد تاع الجد المرتبة ان. ارجع للصف واسمع، لدينا نقول لهم لدينا هاد اكبر درجة رتبة عندي شحال هي؟ ستة. ها هي مقادة هنا هي شحال؟ راه كاين هنا جوج، جوج فاش نضربها باش تولي ستة؟ بطبيعة الحال نضربها في ثلاثة، ثلاثة فاش نضربها في جوج باش تولي ستة، باش يكون عندي كل شيء. ولكن نستعمل بعض الخاصيات، نقول لهم لدينا المرتبة ستة ديال عشرة تساوي نفسها هي المرتبة ستة ديال عشرة، ولدينا الجد مرتبة جوج. وهنا نعطيكم واحد القاعدة، تقول لك السيدي إلا عندك الجد مرتبة ان ديال اكس وباغي هنا تزيد شي حاجة سهلة، تضرب في هذيك الحاجة اللي بغيتي مثلا في ام، وفي او ميم طون باش يكون واحد ليكيليبر تجي ترفع هنا، يعني الأمر بسيط. هذاك الشيء اللي ضربتي فيه تحطه في الأس من داخل الجد، يعني هنا خاص هنا نورمالمون واش كاين عندكم شي واحد نديرها بالحمر، كاين جوج. الا من تكون الجدر بوحدو نورمال المرتبه ديالو هي جوج، جوج فاش نضربها باش تعطيني ستة راه باينة نضربها في ثلاثة، ها هي ضربت في ثلاثة هنا، تانا بطبيعة الحال رفع ثلاثة، وبالتالي اش يولي عندي هنا؟ هيولي عندي الجدر مرتبة اش؟ ثلاثة في جوج هي ستة، وجوج أس ثلاثة راه معروفة بأنها راه هي ثمانية، ورجع عاوتاني ستة، ولدينا ندوز للأخيرة. الجدر المرتبة ثلاثة ديال ثلاثة شحال تتساوي؟ أنا ثلاثة شحال خاصني ثلاثة؟ وأنا نستعمل نفس القاعدة، ثلاثة فاش نضربها باش تعطيني ستة، لأن باش يكون الرتبة موحدة، راه باينة راه هي جوج، هي بطبيعة الحال ضربت في جوج راه بداخل الجدر رفع أس اثنان، يعني الأمر بسيط، يعني محتاجاش شي بزاف تاع التعقيد، يكفي أننا نكونو عارفين القواعد والقوى ونجاوبو على هادشي بكل بساطة. يعني تعطينا هي الجدر المرتبة ستة ديال ثلاثة أو كاري راه معروفة بأنها هي تسعة. دابا مني قديت ليهم الرتبة، ساهل باش نقارن هاد الأعداد. دابا نفرض مثلا إلا عندك جوج مرتبة ربعة، وعندك جوج مرتبة شي حاجة معروفة، شي حتى ما نعطيكمش حاجة اللي هي معروفة، جوج مرتبة تسعود وجوج مرتبة ستاش، أنا بغي نقارن هادو. أنا راه جوج مرتبة ربعة راه عارف شحال تيساوي هو جوج، جوج مرتبة تسعود عارفو بأنه ثلاثة، جوج مرتبة أنا جوج ديال ستاش راه هي أربعة، وبالتالي فينا هو الكبير فيهم؟ هو أربعة، وبالتالي نستنتج بأن العدد اللي تكون داخل الجدر هو الكبير فإنه هو الكبير، مفهوم؟ يعني لاحظوا عندي أربعة تسعود ستاش، إلا جيت نقارن غير من داخل الجدر غنقول بأن ستاش هي كبيرة، ومن جيت نبسطها بأن لقيت بأن ستاش راه هي أربعة، بينما هذه هي ثلاثة وهذه هي جوج، يعني شفنا كبيرة هي أربعة، وبالتالي نستنتجوا بأن العدد الكبير هو اللي تكون داخل ولكن نفس الرتبة. لاحظوا معايا خصهم تيكونوا نفس الرتبة، العدد الكبير داخل الجدر هو الكبير. نجيو دابا من عندهم نفس الرتبة ستة ستة ستة، غنجي نقارنهم، يعني نقارن هذا مع هذا مع هذا، هذا كيدير مع هذا، هذا كيدير مع هذا وكيدير مع هذا، اش نقول لي؟ نقول لي وبالتالي أمثالي من هذا نقارنه، نقول لي جد من رتبة ستة ديال عشرة مالو مع هذا كبر منه، يعني نتبع هذا واحد ها هو بالنسبة لكم أمور واضحة، عشرة هي الكبيرة يعني هذا هو واحد، ونتبعو تعود هي من بعد هي جوج، من سبعة ثمانية هي ثلاثة. أنا عندك بشي واحد يمشي يدير هاد اللقطة غير شرحت بها أنا، هاد اللقطة اللي درت هنا ممكن ديروهم، ماشي ممكن ديروهم كبر من الناس،
كبر من الثانية، يعني هي جدر مرتبة 6 ديال 9 مثلا. بحال هنا هنقول بأن جدر مرتبة 16 كبر من جدر مرتبة 2 تاع 9، كبر من جدر مرتبة 2 ديال 4، يعني بحال اللي قلت 4 كبر من 3 كبر من 2، وهذه راه محقق متفقين، يعني كبر من ناس كبر من جدر مرتبة 6 ديال 8. اذا دابا ما جاش معناها نعطيهم هذه القضيه، لانهم هو عاطيني هذه القضيه، رجع للتعبير الاصلي اللي عاطيني هو، نقول لي هذه من جاتني، هذه من جاتني، جاتني من هنا، وهذه اصلا راه عندي هي جذر مرتبه 6 ديال 10 كبر من ناش، هذه من جاتني، جاتني من هنا، وهذه من جاتني، هادو اللي درت بالزرب، هي جذر مرتبه 3 ديال 3 اكبر، هذه من جاتني، جاتني من هنا، وبالتالي هي راه نورمالمون هنا راه كاين جوج، ها هي باش جوج، يعني جات المرتبة ها هي بوحدة ديالها ديال جوج. وانا قارنت الاعداد، يعني المقارنة نشوف على الاستاذ، بعد كاين هذه صحيحة، هذا كبر من هذا، كبر من هذا، هذا صغر من هذا، صغر من هذا، يعني مشى هكا ولا جا هكا بجوج صح، وبالتالي صفرنا بجوج نقاط. بصحتكم وراحتكم، نتلاقاو في السؤال اللي من بعد اللي هو يكون فيه كيفاش نحسبوا لا ليميت، بصح حسب نرجع لكم. دابا ندوزو للسؤال ديال 3 ديال التمرين الاول. السؤال 3 عطاونا فيه حساب لا ليميت، حساب لا ليميت ما عندكمش منها غرو في الفرد، يعني شي حاجه متاكده 100% بطريقه ولا باخرى، يا اما سؤال مباشر يا اما سؤال غير مباشر، تابعكم لا ليميت، تابعكم لا ليميت. نبداو ب عندنا 3 ديال لا ليميت، يعني كل وحده عليها نقطة ونص، كل واحدة عليها نقطة ونص، يعني إذا جاوبت على ليميت واحدة عليا عندي نقطة ونص، يعني إذا تلاحظوا بأن النقاط راه ساهلين، يعني مينيموم شي واحد، يعني تيقول بأن تيقول ماشي قلت تيقول بأن راسو راه ضعيف، مينيموم خصو يجيب 10، يعني شي واحد شوية تيقول راسو شوية خصو يجيب من 12 إلى ديك 15، شي واحد طوب خصو يجيب من 16 الفوق، متفقين؟ يعني كل شيء متاح لكم، يعني كل شيء متاح، يعني احنا درنا لكم نموذج ديال الفروض، يعني شي حاجه حصريه نخدموا على بزاف تاع النموذج سواء باللغتين العربيه وبالفرنسيه، الهدف واحد هو انكم تمكنوا من ماده الرياضيات بطبيعه الحال باش تجيبوا النقط. نبدا ب ا، اش تقول لي نبدا ب ا؟ ماذا تقول؟ تقول لنا لا ليميت من اكس تمشي لجوج ديال اش تاع جذر مرتبة 3، غنعطيكم اللابق تاع جذر مرتبة 3 ما تخلعوش منه، ديال اش ديال اكس زائد 2 ناقص 2، ولكن حذاري من الحساب، راه واخا غنعطيكم الطريقة كيفاش، ولكن إلا غلطتو في الحساب فالحساب صابون ما يعقلوش عليكم. أول حاجة تنقول في مرحلة لاليميت هي مرحلة التعويض، يعني في مبالي اكس باش نعوضو باش بجوج، 3 في جوج اللي هي 6، 6 زائد جوج اللي هي 8، جذر مرتبة 3 ديال 8 هو جوج، يعني معروف عقلوا عليه الجذر، يعني شي حاجة مهمة خصهم يعقلوا عليها، جذر مرتبة 3 ديال 8 تساوي شحال هي جوج، لأنها نورمالمون هادي مكتوبة على شكل جذر مرتبة 3 تاع جوج أو جوج أس 3، لأن جوج أس 3 هي 8، و 3 مع 3 تطيرو لنا الجذر، يعني صافي بيها غتبقى جوج، القضية تقدروا تحتاجوها حتى في التبسيط. عندنا هي جوج، جوج ناقص جوج هي زيرو، زيرو في البسط ماشي المقام، جوج ناقص جوج هي زيرو. كنت سبق ديما قلت لكم ان نكون خدام اكس يؤول الى عدد، اكس يؤول الى عدد وعندك جذر، فالمساند رسم الجذر هو المرافق، ولكن لاحظوا معايا ديال جذر مرتبة 3، جذر مرتبة 3 نعطيكم المواصفة ديالها هي انكم خصكم تكونوا عارفين هاد المتطلبة هاما، يعني ا 3 ناقص ب 3 تساوي هي ا ناقص ب، عامل لي ا او كاري زائد ا بي زائد بي او كا، يعني الا عارفين هادي ما طيحوش اون بان هنا، يعني انا مباشره شنو ندير، يعني هتولي لا ليميت من اكس تمشي لجوج نكبر 6 شويه، يعني بحال لا نعتبر، بحال لا نعتبر هادي هي ا بلاتي، بحال لا نعتبر هادي هي ا، هاهي هاهي ا وهادي هي بي، يعني هاد التعبير هادشي اللي قلت هاهي ناقص راه كاينه، يعني هاهي ا ناقص، اش باقي خاصني؟
هو المرافق ديالها حتى هي الروالة، باش نتلخرت هنا أسلاتة ناقص بأسلاتة. بحال في الدرجة رتبة جوج كنا تنحاول تنضربو في المرافق باش نوصلو أ أوكاري ناقص بي أوكاري. الناحية التلاتة خصني نستعمل ليها المساند الرسمي ديالها هو هذا. لحظة معايا، كان ليا عندنا سيادنا بجذر من الرتبة تلاتة ديال تلاتة إكس زائد اتنان ناقص اتنان، سد القوس ها هو. ونجي ندير المرافق، يعني المرافق نديرو بلون مغير باش يبان ليكم. غنشد او ارفع اوكاري، شنو هي عندي؟ هي قاد تي تي هو هذا، هو جذر من رتبة تلاتة هي ديال اس ديال تلاتة اكس زائد جوج. مالها؟ الكل اوكاري، ارفعها اوكاري، هاي ارفعها اوكاري، متفقين؟ زائد في بي، زائد ا في بي، يعني نحاول بان دائما اللي عندك عارف تبدا بالاعداد هما الاولين، يعني قلت ا في بي ولا بي في ا هي الاولى، ولكن تلقى لك عدد مع جذر دائما سبق العدد، واش متفقين؟ لان كاين اللي تغلط ويقدر مع الزربه يدخل هذاك العدد مع الجذر وبالتالي يوقع في الغلط، يعني تولي هادي في هادي. بحال قلت هادي في هادي، يعني تولي هي جوج فاش في الجذر من الرتبه 3 ديال 3 اكس زائد 2 قد هنا زائد بي او كاري. يعني شنو عندي هنا؟ بي هو هذاك العدد، بي او كاري يعني جوج او كاري هي 4، يعني نديروها بطريقه مباشره ولا نخليها نيت هي جوج الكل او كاري. ونجي نديرها لتحت، يعني لتحت اش يبقى ليا؟ يبقى ليا التعبير اكس ناقص جوج. وهنا ندير المرافق كوبي كول، يعني جد من رتبه 3 ديال 3 اكس زائد جوج الكل او كاري زائد جوج جذر من رتبة 3 اكس زائد جوج زائد هادي، بأن بما أن ماشي في مرافق جوج أوكاري اللي هي 4. وبالتالي التعبير شو ولا مكتوب؟ مكتوب على شكل هي، حاولت تبان لكم، هي أ ناقص بي عامل لي أ أوكاري زائد اتنان زائد أ بي زائد أ بي زائد بي أوكاري. هاي اعتبرت هادي أ وهادي بي ا او كاري زائد اثنان ا بي ولا بي في ا بحال بحال لان الضرب تبادل بي هي جوج في التعبير زائد بي او كاري. اش تعطينا سيادنا؟ تعطينا هي ا اس 3 ناقص بي اس 3. يعني نجي ندير هنا باش تكون الامور واضحه، يعني شي حاجه سهله ما ماشي تساوي تتساوي لنا هي لا ليميت من اكس تمشي لجوج ديال اش قلنا. تعطينا ا اس 3 شنو هو؟ ا هو جذر من الرتبه 3 ديال اش ديال 3 اكس زائد 2 الكل اس 3، متفقين؟ ناقص شنو هي بي؟ راه هي جوج، جوج الكل اس 3، عاد المقام ما يتبدلش، اكس ناقص جوج عامل ل جذر من رتبة 3، هذاك اوكاري ممكن ننزلو لتحت، يولي هو 3 اكس زائد جوج باستعمال خاصية ديال جذر من رتبة ان، يعني ننزل جوج هنا ها هو. زائد جوج جذر من رتبة 3 نورمالمون راه نسيتها، هاهي أربع مرات ممكن ننسى شي حاجة سبحان الله اللي ننسى. 3 إكس زائد جوج زائد 4، كاين اللي تعطي شي طرق ما عرفت كي ديري وتيجي متلخر يفيكسيلك على واحد الغلط اللي هو صغير، هو نورمالمون غلط ما كاينش لان كاين اللي ممكن يشدو، ولكن الانسان قابل للغلط. تتساوي هي لا ليميت من اكس تمشي لجوج. ها دابا ملي تتلاقى لي الرتبة 3 مع الاس 3 ملي تتلاقاو لي الجوج يطيروا لي الجدر مشى، يعني اش يبقى ليا؟ يبقى ليا هو 3 اكس زائد جوج ناقص هادشي. دابا اش يساوي ليا؟ يساوي ليا لا ليميت من اكس تمشي لجوج ديال اش. غنمشي لحظة معايا واحد القضية، فانا اش عندي؟ عندي الاس 3 وهنا عندي الرتبة 3، هاد الجوج من تتلاقاو ليا تطيرو ليا الجدر، يعني شحال غيبقى عندي هنا؟ غيبقى عندي 3 اكس زائد جوج ناقص جوج اس 3 المعروفة شحال تساوي؟ هي 8. المقام يبقى كما هو اللي هو اكس ناقص جوج عامل جذر من رتبة 3 ديال اش ديال 3 اكس زائد جوج الكل اوكاري زائد جوج جذر من رتبة 3 هنا نسيت 3 عفوا سمحوا لي صححت قبيله ليه 3 اكس زائد 2 ناقص 4. نجي نكملوا الحساب ديالنا اللي تساوي لا ليميت من اكس تمشي لجوج،
شحال يبقى ليا في البسط؟ 3 اكس ما كاينش معايا من الحسابات، بقى 3 اكس هناش عندي زائد 2 ناقص 8 اللي هي ناقص 6، والمقام يبقى نفسه اللي هو اكس ناقص 2 عامل لهذا الشيء نفسه. ها هو فين؟ هو متفقين هنا. شنو هو العامل المشترك ما بين هنا وهنا؟ راه هو 3. دائما نحاول نعمل بالعدد اللي حدا اكس اللي شحال يساوي لي هو راه يمي 8 اكس تمشي ل 2 ديال اس، نعمل ب 3 غيبقى لي هنا اكس ناقص 2، وهنا يبقى لي هو اكس ناقص 2 عامل لهذا الشيء. ها هو فين هو؟ يقدر شي واحد يجي يسولني يقول لي كيفاش استمد نرجع؟ هي نشرحها بطريقه بسيطه. باش عملت نعمل ب 3 نورمال تبقى شحال كان عندي؟ كان عندي هو 3 اكس ناقص 6. ها هو فين هو؟ هذا عملت به 3، عملت به نقسم عليها هي 3 هنا و3 هنا، وبالتالي هنا تمشي لي مشات لك 3 مع 3 يبقى لك اكس، هنا 6 على 3 اللي هي 2، وبالتالي بحال ما درت حتى شي حاجه، يعني التعبير خص اي واحد يكون عارف. دابا يمشي لي هذا التعبير مع التعبير لانه بحال بحال، نجي نصغر هذه اوب باش نكمل هنا. ها هي اللي التعبير يبقى نفسه. دابا شحال يبقى عندي في البساطه؟ عطينا هي راه ليميت مني اكس مشات ل 2، شحال يبقى عندي الفوق؟ الفوق يبقى عندي 3، والتحت يبقى عندي هي هادي هي الجذر مرتبط 3 ديال اش ديال 3 اكس زائد 2 الكل او كاري زائد 2 الجذر مرتبط 3 ديال اش ديال 3 اكس زائد 2 ناقص 4. نجيو دابا نعوضو، الفوق يبقى عندنا 3، نجيو على اكس ما بات لي اكس نعوضها بجوج، عندنا 3 في 2 اللي هي 6، 6 نزيدها 2 اللي هي 8، 8 او كاري اللي هي 64، والجزء مرتبة 3 64 هو 4. عقلوا لي انا نكتب عاوتاني هنا الشيء اللي نكتب هنا، عقلوا لي الجزء مرتبة 3 64 يساوي وشحال هو 4، ديروها في الكالكول باش تتأكدوا، تعطينا هي 4 وعقلوا لها زائد هنا نجو 2 3 في 2 اللي هي 6، 6 زائد 2 هي 8، الجزء مرتبة 3 تاع 8 هو باقي الله كاتبو هنا هو 2، هنايا يعني هاد الطرف يعطينا 2 ومع 2 اللي على برا تعطينا هي 4. ها هي زائد هنا 4 زائد 4 راه مقاده اللي شحال تساوي نورمالمون غادي تبقى هي 3، وشنو هي هادي؟ راه هي 4 في 3، مشات لك 3 مع 3 تبقى لينا هي 1 على 4، اولا الا شي واحد حسبها غتعطي هي 3 على 12 اللي هي نفسها 3 على 4. نفس الشيء انا غير علمتكم الطريقه كيفاش ممكن توصلوا للنتيجه، يعني يعني بطريقه رياضيه، يعني بلا ما تبقاو تضيعوا الوقت في كالكولاتريس. من الاخر نجي نقول لهم اذا هيا نكتب هنا اوب نكتب هنا اذا ولا بالتالي ا اللي شحال تساوي؟ تساوي هي لا ليميت مني اكس تمشي ل2 ديال الجذر المرتبة 3 اكس زائد 2 ناقص 2 على اكس ناقص 2 شحال تساوي؟ شحال كان النتيجة؟ هي 1 على 4. هاي 1 على 4. هذا ما كان بالنسبة لهاد الفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نديرو التتمة ديال بي وديال سي. نشوفو في الفيديو الجاي ونطلع الحال نزيدو تمارين وحدة اخرى باش الهدف تاعنا هو نكملو الفرض كامل باش كيفاش نشفرو ماكسيموم ديال النقاط في اي فرض. كما بغا يكون 20 10 12 16 الهدف ديالي هو انكم تجيبوا النقاط، وكما تنقول اي واحد يجيب النقطه بدراعه متفقين، ماشي شي واحد يعطيها ليه يجيبها هو او تجيبيها انتيا. نتلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.